صباح الخير يا ولاد، احنا النهاردة هنكمل الجزء اللي قلنا هنديه اونلاين. هنبتدي يعني بالبايو فارماسيوتكس، هي محاضرتين، دي محاضرة الأولى، والتانية المحاضرة التانية هعملها لكم اونلاين برضو وابعتها لكم، وكده نبقى خلصنا كل الكتاب بتاع البايو فارماسيوتكس بتاعكم او الكونتنت بتاع البايو فارماسيوتكس بتاعكم. انا جايب محاضرات البايو فارماسيوتكس دي من كتابكم، ما طلعتش براه عشان تبقى الدنيا واضحة. يعني أنا حتى الإسلايدز دي واخدها إيمج من الكتاب مش حاجة تاني، تمام؟ طيب إحنا هنتكلم على البايو فارماسيوتكس، عايزين نتكلم على الإكستنت أوف أبسوربشن أو الإكستنت بتاع الأبسوربشن من الأورال أدمنستريشن. إحنا كنا في الفارماكوكينيتكس اتكلمنا على الريت وشفنا الإكستنت بنحسبه إزاي. إحنا النهاردة بقى عايزين نتكلم أكتر عن الفاكتورز اللي بتأثر عليه والاستاديز اللي بيتعمل فيه. طيب اول حاجه، ايه هو الايفكت بتاع دوسج فورم على الان فيفو بروبرتيز بتاعه الدراج؟ هل دوسج فورم بتاثر على البروبرتيز بتاعه الدراجز؟ الحقيقه الدوسج فورم زي ما اتكلمنا لما كنا بنشرح ال الفارماكوكينيتكس بتاعه الاورال ادمنستريشن، اتفقنا انه الدوسج فورم بتاثر بشكل كبير جدا على الابسوربشن بتاع الدوسج فورم او بتاع الدراج من الدوسج فورم. عشان كده ساعتها لو تفتكروا قلت لكم لازم لما تيجي ترخص دواء انت لازم بتعمل بايو ايكويفالنس ستادي، ودي هنجيلها برضو في الجزء بتاعنا يعني ممكن المحاضره الجايه. طيب ايه هي العوامل اللي بتاثر في الدوزج فورم؟ اول حاجه الاكسيبيانس، وده منطقي جدا. انت ممكن تحط اكسيبيانس مثلا فاست ديسنتجريشن، حاجه بنسميها زي الاكسيبلوتاب، دول سوبر ديسنتجرنتس، مجرد ما بيشم الميه بيفرقع القرص، فبطبيعه الحال لما هيفرقع القرص هيبقى الريليس سريع، غير لما تحط ديسنتجرنت ضعيف شويه هياخد شويه وقت، مثلا 5 6 دقائق على ما يسويل يشرب الميه ويحصل له سويلنج ويفرقع القرص، وحتى لما هيفرقع القرص مش هيفرقعه خالص. فانت عندك الاكسبيرينس بتفرق كتير. ممكن تحط اكسبيرينس يكون ليها درجه ادمصاص اللي هي الادسوربشن، الماده الفعاله تبقى ادسوربت على السيرفس، فدي هتاخد وقت على ما يحصل لها ريليز. الحاجة التانية المانيوفاكتشرنج بروسيجر، ابسط مثال يعني ان احنا في البروسيجر بتاع التابلت انت ممكن تعمل جرانيوليشن. لما بتعمل جرانيوليشن الجزء اللي بيمتص، يعني ممكن تحط الدواء جوه جرانيولز وتتكبس او تحطه بودرة وتتكبس. الريت بتاع الابسوربشن والاكستنت بتاع الابسوربشن بتاع الدراج من الجرانيولز هيختلف تماما عن الفاين باودر تماما. تالت حاجه البروبرتيز بتاعه الفاينل دوزج فورم، في بروبرتيز كتيره في الفاينل دوزج فورم بتفرق من دوزج فورم لدوزج فورم. ابسط مثال احنا ممكن ناخده يعني الاقراص، انتوا دارسين الاقراص عندنا. الاقراص لو انا عامل القرص بحيث انه يبقى الهاردنس بتاعته عاليه قوي هيتاخر شويه في الديسنتجريشن، انما القرص لو الهاردنس بتاعته مقبوله لكن مش عاليه قوي الديسنتجريشن بتاعه هيبقى اسرع. فالبروبرتيز بتاعت الفاينل دوزج فورم هتفرق معايا، تفرق معايا كتير. لو انا مثلا سسبنشن عامله فلوكيوليتد ولا دي فلوكيوليتد، لو فلوكيوليتد هياخد وقت اطول عشان يعمل الديسنتجريشن، انما لو دي فلوكيوليتد يعني هو عباره عن بارتكلز لوحدها كده، الوقت اللي هيحتاجه عشان يعمل ريليز للدراج من البارتكلز نفسها هيبقى اقل، وهكذا. تمام، يبقى احنا عندنا في الاكسبيرينس والمانيفاكتشن بروسيجر والبروبرتيز اوف ذا فاينل دوزج فورم، التلات حاجات دول هما بيأثروا على الان فيفو بروبرتيز بتاعه الابسوربشن بتاع الدراج. طيب شويه ديفينيشنز بقى كده عشان ايه نبقى بنتكلم على ارضيه واحده. غالبيه اللي هيتقال النهارده احنا قلناه ضمنا في المحاضرات بتاعه الفارماكوكينيتكس، فانا هعدي عليه بسرعه. اول حاجه ايه هي البايو افيلابيلتي، الريت والاكستنت بتاعه الابسوربشن، ده كده رقم واحد. يبقى ايه هي البايو افيلابيلتي؟ ريت واكستنت، وزي ما اتفقنا مش ريت بس ومش اكستنت بس، الاثنين مع بعض. ممكن يبقى عندك قرصين بيمتص منهم نفس الكم من المادة الفعالة، يعني الإف بتاعتهم واحدة، زي مثلا 9/10، يعني 90% من الدوز دي هتمتص و90% من الدوز دي هتمتص، لكن واحدة بتعمل ريليز أسرع
بتعمل absorption اسرع، توصل لدراج كونسنتريشن في الدم اعلى. في الحالة دي ممكن تبقى احسن او تبقى اوحش، انها ممكن انا وانا بعمل تجاربي في الاول لما توصل بريت اسرع بكتير ممكن توصلني لتوكسيستي. تمام، يبقى انا يهمني حاجتين، الريت والاكستنت، لا الريت لوحده ولا الاكستنت لوحده. عشان كده في الفارماكوكينيتكس احنا درسنا ازاي نحسب الريت ونحسب الاكستنت. طيب الابسوليوت باي افيلابيلتي زي ما احنا متفقين، ايه هي الابسوليوت باي افيلابيلتي؟ هي نسبة اللي امتص من المادة الفعالة من الدوزج فورم الاورال الى نفس الدوز من الدوزج فورم بالنسبة للاي في. فاكرين لما كنا بنقول اي في ده 100% absorption يعني 100% باي افيلابيلتي. لما اجيب قرص واقول لك قول لي الابسوليوت باي افيلابيلتي بتاعته تبقى كام، تقول لي قد ايه امتص من القرص ده مقارنة بقد ايه امتص من ال او قد ايه دخل الدم من الحقنة. سي القرص ده فيه 100 مللي جرام من الدواء، هجيب حقنة فيها 100 مللي جرام من الدواء واحقنها اي في بولس عشان ده ما فيهوش ابزوربشن، احقنها اي في بولس واقارن الكمية دي بالكمية دي. طب اقارنها ازاي؟ بالاريا اندر ذا كيرف زي ما اتعلمنا. تمام، ايه هي الريلاتيف باي افيلابيلتي بقى؟ الابسوليوت بقارن الاورال بالاي في بولس، طب الريلاتيف بقارن اتنين اورال ببعض. دي بتفرق معايا في ايه؟ بتفرق معايا لما بنيجي نرخص دواء. لما اجي ارخص دواء انا مثلا بقول لك انا عملت الاستاديز بتاعتي وبقول لك ان القرص ده زي القرص بتاع الشركه الفلانيه اللي اوريدي مسموح له انه ينزل السوق. فانت لما بتقول لي اه خلاص، بتراجع ورايا الكالكيوليشنز والدنيا بتاعتي الميثود والميثودولوجي بتاع الريسيرش والكلينيكال ترايلز اللي انت عملتها والكلام ده، وابروفد انه اوكي كده خلاص تمام، يبقى القرص بتاعك بما انه زي قرص بايو ايكويفالنت القرص موجود في السوق يبقى انا كده تمام. يبقى الريلاتيف باي افيلابيلتي انا بقارن اتنين اورال ببعض، قرصين كبسولتين اي حاجه من دي، اتنين شرب تمام، لكن ايه الاتنين بيكونوا اورال، انما الابسوليوت بقارن اورال باي في بول. طيب ايه هو البايو ايكويفالنس؟ بايو ايكويفالنس يعني الاثنين ايكويفالنت لبعض. يعني ايه الاثنين ايكويفالنت لبعض؟ يعني عندي اثنين دوزج فورم اورال مثلا، الاثنين بيعملوا ريليز للدراج بنفس الريت. طبعا مش قصه ريليز بس، هي ابزوربشن بتاع الدراج بيحصل بنفس الريت وبنفس الاكستنت. يبقى بايو ايكويفالنس او البايو ايكويفالنت دوزج فورمز يعني اثنين او اكتر من الدوزج فورمز دول بيكون ليهم نفس الريت اوف ابسوربشن ونفس الاكستنت. بعرفها منين؟ من البلازما دراج كونسنتريشن اللي احنا طبعا ايه اشتغلنا عليه كتير قوي في الفارماكوكينيتكس. طيب ايه هو البيربز بتاع البايو افيلابيلتي والبايو ايكوفالنس ستادي؟ احنا هرسنا الكلام ده خلاص. البايو افيلابيلتي او البايو ايكوفالنس بنعملها ليه؟ علشان انا وانا بعمل برودكشن للمنتج، انت عندك الباراسيتامول مثلا اللي فيه 60 شركه منزله باراسيتامول، لازم ابقى ضامن انا كهيئه ترخيص دواء او كمؤسسه ترخيص دواء، يعني في امريكا مثلا الاف دي اي دي ايجنسي، لازم ابقى ضامن ان القرص اللي انت منزله ده، ما انت ممكن تحط لي 500 مللي جرام يمتص منهم 100 بس، الفورمولا بتاعتك وحشه وضعيفه. هل ده اديه للناس واقول لهم استعملوه زي القرص بتاع الشركه الفلانيه اللي 500 مللي جرام بيمتص منهم 480 مللي جرام؟ اكيد لا، اكيد لا. يبقى انا لازم ابقى متاكد ان القرص اللي انا هرخصه انه ينزل السوق دلوقتي ده ماله، ده مكافئ للاقراص اللي موجوده عندي في الستاندرد اللي انا عامله. فهعرفها ازاي؟ اعرف ازاي ان ده اكسبتد ولا نوت اكسبتد ولا ريجكتد؟ من خلال البايو افيلابيلتي والبايو ايكوفالنس ستادي. طيب يبقى ايه هي بايو ايكوفالنس ستادي؟ انا بعمل انفستيجيشن علشان اقارن اتنين دراج برودكت او اتنين دوزج فورمز شبه بعض، يعني قرصين ببعض كبسولتين ببعض. خدوا بالكم يا اولاد، البايو ايكوفالنس ستادي لازم تتعمل بين تو سيميلر دوزج فورمز، يعني ما تقارنليش قرص بدواء شرب والاتنين اورال. اه وممكن تقول الاتنين فيهم انا هدي 500 مللي جرام الاتنين، اه بس ينفع تعمل بينهم مقارنه بايو ايكوفالنس؟ لا، ما ينفعش حتى تقارن قرص بكبسوله. قرص تجيب لي قرص زيه، كبسوله تجيب لي كبسوله. انا عايز اقول لكم برضه يا اولاد انه مثلا لو عندك قرص سستيند ريليز ما ينفعش تقارنه غير بقرص سستيند ريليز، ما تقارنوش بقرص عادي.
تمام، لازم يكونوا الاثنين سيميلر لبعض. تمام. الكوزز بتاعت الفاريشن في الدراج بايو افيلابيلتي، ايه اللي بيغير في البايو افيلابيلتي بالنسبه للدراج؟ اول حاجه روت اوف ادمنستريشن، تاني حاجه الدوسج فورم، تالت حاجه الدراج بروبرتيز، الفيزيولوجيكال فاكتورز والباثولوجيكال فاكتورز. هنشوفهم واحده واحده دلوقتي. اول حاجه الدوسج فورم، احنا مش ماشيين بالترتيب كده، حاجه جميله ماشي. الدوسج فورم، الدوسج فورم زي ما اتفقنا بتفرق في البايو افيلابيلتي. يعني عندك قرص انا مستني يحصل له ديسنتجريشن، اكيد هيختلف تماما عن الدواء دايب في محلول مفيش ديسوليوشن، هو مجرد ما نزل في المعده خلاص بيحصل له ابزوربشن على طول، مش لسه مستنيه بقى. فاكرين اللاج تايم بتاع القرص؟ مش مستنيه. عشان كده الريت هيتاثر، وطالما الريت اتاثر يبقى البايو افيلابيلتي اتاثرت. عشان كده احنا بنقول ان دوسج فورم بتاثر. وانتوا زي ما باين عندكم في السلايد، انا عندي سوليوشن اسرعهم يلي سسبنشن، بعدين السوفت كبسول، بعدين الهارد كبسول، بعدين البلين تابلت، واخرهم الكود تابلت. لان الكود تابلت انا مستني الكود يفك، وبعد ما الكود يفك يبتدي القرص يحصل له سنتجريشن. انت متخيلين؟ فده بيبقى ابطاهم. احنا ده من حيث السرعه، خدوا بالكم يا ولاد، ده من حيث السرعه الريت. طيب الاكسيبينس بالنسبة تاني حاجة الاكسيبينس، خدوا بالكم التايب والاماونت والفيزيكو كيميكال كاركترز بتاعة الاكسيبينس بتأثر على الدراج ديسوليوشن والبايو افيلابيلتي، وده مش هنتكلم فيه كتير، احنا شرح لكم طول السنين اللي فاتت. لكن لازم تبقى عارف ان الاكسيبينس بتأثر على البايو افيلابيلتي بتاعت الدراج. تالت حاجه روت اوف ادمنستريشن، ودي انتوا حافظينها صم اكيد، اللي انا هعمله انترا فينس بولس، انا حقنه في الدم على طول، هيبقى مفعوله اسرع بكتير من اللي هدهنه مرهم على الجلد. ترانسديرمال بقى مستنيه يعدي الاستراتام كورنيوم ومستنيه، ففي فرق. فروت اوف ادمنستريشن بيفرق في البايو افيلابيلتي بشكل كبير جدا. طيب طالما هيفرق في البايو افيلابيلتي بشكل كبير جدا، يبقى انت لازم تبقى عارف انه البرينترال روت اسرع بكتير من الاورال. وخلي بالك انه الاي في بولس اسرع من الاي ام، والاي ام اسرع من السبكيوتينيوس والانتراديرمال. يعني حتى مش كل البرينترال زي بعض. احنا الاورال جبناه من شويه، قلناه من شويه اللي هو السولوشن سسبنشن السوفت جيلاتين كابسول هارد كابسول بعدين بلين تابلت بعدين كود تابلت، ده كان الاورال. انما البرنترال الاي في اسرع من الاي ام، والاي ام اسرع من ساتن كورنيوم. وما تنسوش القاعده، الاي في ما بيمرش بابسوربشن، البايو افيلابيلتي بتاعته 100%، الاي ام لا، لان انا بحقن العضله في المسافات البينيه بين الماسل فايبرز. فطالما انا حقنت الدراج في الانترستيشيال سبيسز دي، الدراج عشان يحصل له يخش الدم لازم يحصل له ابسوربشن. انت حقنه في مسافه بينيه، بس نتيجه ان هو جنبيه بلاد سبلاي عالي قوي قوي قوي، فالابسوربشن سريع جدا، بس فيه ابسوربشن، ومش كل الكميه هيحصل لها ابسوربشن برضو، عشان نبقى واضحين مع بعض. عشان كده الاي ام مش زي الاي في. اوكي، من حيث بقى السرعه، الاي في انت حقنه في الدم بيطلع على القلب يوزع على الجسم، فانت الدنيا ماشيه سريعه. الاي ام ابطا منه بس ستيل سريع، والستراتم كورني السبكيوتينيوس بيبقى ابطا من الاي ام، لانه لسه محتاج يعدي من الاستراتم من السب كات السبكيوتينيوس فاتس على ما يخش على البلاد فيسلز. طيب ايه هي الحاجات اللي بعمل لها اسسمنت فاقدر احسب من خلالها بقى فيابيلتي؟ هما كام حاجه معروفين فاكرين احنا قلناهم. اول حاجه السي ماكس، والسي ماكس هو التركيز هيوصل لقد ايه في الدم، سرعه علوه قد ايه. لو بيعلى جامد قوي دي مشكله، لو بيعلى جامد قوي ممكن يطلع بره الام اس سي او بره الثيرابيوتيك رينج. لو طلع بره الثيرابيوتيك رينج تبقى مشكله، ولو تحت خالص السي ماكس يبقى ملوش لازمه. يبقى لما بقارن اتنين دوزج فورم اورال ببعض لازم احط في اعتباري السي ماكس.
اوكي، هل السي ماكس بتاعت دي قريبه من دي، متطابقه مع دي ولا لا؟ تاني حاجه التي ماكس طبيعي، طالما قارنت السي ماكس هتقارن التي ماكس، وبطبيعه الحال التي ماكس هو التايم اللي انا محتاجه عشان اوصل للسي ماكس، وبالتالي كل ما التي ماكس تقل يبقى انت بتوصل للسي ماكس اسرع، يبقى انت دوزج فورم بتاعتك اسرع، يبقى الريت بتاعها اسرع. تمام اوكي، وخلي بالك انه التي ماكس ما بتتاثرش نهائي بالاكستنت بتاع الدراج ابسوربشن، يعني ممكن قرصين الاثنين الاكستنت بتاع الابسوربشن بتاعهم واحد، بس التي ماكس بتاع ده غير ده خالص. اوكي عشان يبقى كلام واضح. تالت حاجه الاريا اندر ذا كيرف، وانهي كيرف؟ اللي هو الكونسنتريشن تايم كيرف او البلاد ليفل تايم كيرف، البلاد دراج ليفل فيرسس تايم. اوكي، اللي هو الكيرف اللي احنا متعودين نرسمه على طول ده، اللي هو التايم على الاكس اكسس والبلازما كونسنتريشن على الواي اكسس. طيب زي ما احنا اتكلمنا برضو ساعه الفارماكوكينيتكس، الاريا اندر ذا كيرف بتحدد لك الاكستنت بتاع الابسوربشن، وبالتالي كل ما يبقى الاريا اعلى كل معناها ان في كميه دواء اكتر دخلت الدم، كل ما يبقى معناها ان احنا الاكستنت بتاع الابسوربشن كان اعلى. اوكي، وزي ما التي ماكس ما بتتاثرش بالاكستنت، فالاكستنت ما بيتاثرش بالريت، ده غير ده خالص. ممكن دواء يعني قرص يمتص منه مادة فعالة أكتر بس بريت أبطأ، بمعدل أبطأ، يعني قرص هيمتص 100% بس على ما يمتص كله هياخد له مثلا بتاع 4 ساعات، وقرص تاني أخوه هيمتص 90% بس في ساعة. يبقى الريت مش متوقف على الإكستنت. القرص الأولاني اللي بيمتص في 4 ساعات ده الريت بتاعه أقل، المعدل أقل، معدل الامتصاص، بس الإكستنت أعلى، وهكذا بالنسبة للتاني، الريت أسرع لكن الإكستنت أقل، الريت والإكستنت ما بيأثروش على بعض. إحنا بقى الكلام ده خلاص إحنا درسناه وشرحناه في الكلية وخلصناه، يعني إزاي بعمل determination للـ area under the curve بالنسبة للاي في بتبقى الدوس على الكليرنس، وبالنسبه للاورال بتبقى الاف في الدوس على الكليرنس. اوكي، الكلام ده احنا ياما قلناه فمش محتاج ان انا اعيده تاني. طيب الابسوليوت باي افيلابيلتي اللي هي الاريا اندر ذا كيرف او الكميه الابسوربت بتاعه الدراج على الاي او سي او الكميه الابسوربت بتاعه الاي في بولس بتتراوح ما بين زيرو، يعني ما فيش حاجه امتصت من القرص خالص، لغايه واحد. طبعا لا يمكن تزيد عن الواحد. وتوصل لواحد امتى؟ في حاله الكومبليت ابسوربشن، انا حاطط 100 مللي جرام في القرص، ال 100 مللي جرام حصل لهم امتصاص، واتفقنا ان دي تبقى حالات رير، مش ده الطبيعي. تمام، الطبيعي انه ما بتبقى يعني القرص اللي هينزل في السوق الطبيعي بتاعه انه هيبقى مثلا حسب الماده الفعاله، لكن بيبقى رينجنج من مثلا 5 من 10 6 من 10 لغايه ال 95 98%. طيب الابسوليوت باي افيلابيلتي احنا اتفقنا هتبقى الاريا اندر ذا كيرف بتاعت الاورال على الاي في، ودي اللي احنا قلناها الاف او الفراكشن ابسوربت. اوكي، طبعا احنا ايه خلاص حفظنا بقى الكلام ده. طيب الريلاتيف باي افيلابيلتي اتفقنا ان هي نسبه الاي او سي بتاعت الاثنين اورال على بعض زي ما انتم شايفين كده اهو. يبقى الـ AUC الـ oral بتاعت الـ drug الـ dosage form A هتساوي الـ FA في الـ dose A على الـ K في الـ VD، الـ AUC oral في الـ B بتبقى الـ F في الـ B في الـ dose بتاعت الـ B على الـ K في الـ VD. أوكي، لما نقسمهم على بعض يطلع لك الـ FA على الـ FB، ودي الـ relative variability، يعني الـ fraction absorbed بتاع الـ A على الـ fraction absorbed بتاع الـ dosage form رقم B، وده الريلاتيف بايو افيلابيلتي، واتفقنا بنستعملها في ايه؟ في المقارنه بين حاجه انا عاملها وريفرنس ستاندرد عندي. انا عندي اهو القرص ده ابروفد ومسموح وبيدي فاعليه بقاله سنين مع ناس في السوق، فانا بقارن بيه هيبقى زيه ولا لا. تمام، طيب خد بالك انه الريلاتيف بايو افيلابيلتي ما تعرفكش قيمة البايو افيلابيلتي الحقيقية، يعني ما تعرفكش قد ايه امتص. يعني انا قلت لك الريلاتيف افيلابيلتي بتاعت القرص بتاعي، القرص بتاعك
طلعت 1.1. ده معناه ايه؟ تقدر تقول لي انا الـ AUC بتاعتي قد ايه؟ لا. طب الـ AUC بتاعتك قد ايه؟ لا. وخدوا بالكم الابسوليوت بايوافيلابيلتي تتراوح ما بين صفر ما بين واحد، الريلاتيف ملهاش رقم. يعني ايه؟ يعني ممكن تكسر الواحد؟ اه ممكن تكسر الواحد، طبعا ما تبقاش بالسالب يعني. اوكي؟ ممكن تكسر الواحد. اه انت بيو انت حاطط 100 مللي جرام في القرص بتاعك، بيمتص منه 90 مللي جرام. انا بقى القرص بتاعي حاطط فيه 100 مللي جرام زي قرصك، بس بيمتص 95%. لما اقسم الاف بتاعتي على الاف بتاعتك تطلع فوق الواحد. اوكي؟ يبقى الريلاتيف ممكن تكسر الواحد، انما الابسوليوت استحاله استحاله. وده شرحناه قبل كده يعني، حتى مش حاجه جديده. احنا كده خلصنا اول محاضره، انتوا هتلاقوا الكلام كله قديم يعني، احنا ما فيش حاجه جديده، بس ايه عشان نبقى كملنا الجزء كاملا بتاعنا. ان شاء الله هبعت لكم برضو المحاضره التانية اونلاين، ولو في حد عنده اي اسئله خلوا مقرر الدفعه يبعتها لي على الواتساب او يبعتها لي على سكولوجي وديفر زي ما تتفقوا. وبالتوفيق ان شاء الله في الامتحان، وذاكروا يا اولاد، ذاكروا.